مايل غاردنر مدير في مؤسسة هيريتج للدراسات. لقد نجح الرئيس ترامب في الضغط على حلفاء الناتو لكي يزيد الإنفاق على الدفاع إلى 100 مليار دولار منذ عام 2017. القيادة الأمريكية للناتو قوية ودائمة ومتينة. دان شابيرو سفير أمريكي سابق في إسرائيل: إن تصريحات ماكرون إشكالية، ولكن إن ساهمت في دفع ترامب نحو الدفاع عن الناتو فلن تكون أسوأ شيء ممكن أن يحدث. دانيال بايبس رئيس منتدى الشرق الأوسط: هذه فكرة لطرد دولة عضو في الناتو مثل تركيا لا يمكن طردها، لكنها أصبحت معادية للحلف. قم بحل الناتو وإنشاء منظمة طبق الأصل، ولكن هذه المرة من دون تركيا. مايكل ماكفول سفير أمريكي سابق في روسيا: إن ربط ترامب فرض تعريفات جديدة محتملة على الحلفاء الأوروبيين مقابل نفقات دفاعية أكبر للناتو هي فكرة سيئة للغاية. جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي سابق: نريد السلام، ولكن نريد القوة الأمريكية للحفاظ على السلام. طوال 70 عاما وفر الحلف الأطلسي منبرا للاستقرار غير المسبوق في أوروبا، في حين كان يدافع عن المصالح الأمريكية. الناتو هو التحالف الأكثر أهمية والأنجح في تاريخ البشرية. الوحدة في مواجهة العدوان هي أفضل وسيلة لضمان السلام والأمن الدوليين.